عايشين هون بهالاوضه، عايشه انا اولادي، بتعرفي كلها ثلاثين وحده وحشرات، شو بدك حشرات فيه؟ بتقول الحمد لله اعطانا هالاوضه، هلا طب بده اياه، ما عارف وين بدي انا واولادي، بتعرفي انه هلا انا بقعد بالشارع، اولادي ما فيك تقعدي بالشارع، عندك بنت، وهلا نحن على باب شهر رمضان، يعني شو واحد شو ما اكل هيدا بقول الحمد لله شو انا نعمل؟ يعني بتعرفي المال انه شغلي انه مش هالقد معاشي ويوميه 5000 ما بتعمل شيء، وعندك بنت بدها مصروف، عندك صبي كمان بده مصروف، عندك اجر طريق، عندك كذا. شو بدي يعمل واحد؟ شو بدي يحكي؟ يعني الله شايف والله اخبر بهالشيء. كان انا عمري 19 سنه لما تجوزت. ومات بيو، وحده عمرها 5 سنين وحده 4 سنين، والحمد لله ربيتهم وعلمتهم. الله يرحمه سيد محمد حسين. عرفتي كيف؟ حاطط عامل مدرسة للأيتام وهيك، والحمد لله علمتهم أني، أنا ولادي عمهم علمتهم، أنا لأنه أنا مش متعلمة، أنا ولادي بحبهم يتعلموا ما يطلعوا مثلي بلا علم، لأنه بيقولوا علم سلاح. والحمد لله اللي الله شافني ابني فات على المدرسة، هي أهم شيء، أنا بطلت له كيبة. أنا ما بعرف كان ابني يتعلم كذا. والحمد لله أنه الله بوديه على المدرسة. أنا ما يطلع بالعالم، ما يطلع مد، إنه ما يعرف يقرأ ولا يعرف يكتب. أنا بكى قبل لاقي شغل هيك كذا. نحن قد إيه قدمنا على شغل وهيك. والحمد لله العالم كلها بتقول لي كيف عايشة هالعيش؟ أنا عندي عايشة بالأوضة. ومن أجل عندي ما عندي مجنة، ما عندي شيء، عندي أجار، عندي غسالة، عندي براد. الحمد لله بقول. وأني هلا يعني قال الحكيم إذا ما عملت العملية بدها تطرش دينتي، أنا عندي طب دينتي مسك مفخوطة. قلت كيف أنا ما قدرت، قلت له شو أنا أعمل؟ قال لي يلا شو بدك تعملي؟ وهلا والله العظيم يجي العيد ويجي هيدا ما بجيب لي شيء قطع لأبني لأني مش قادرة. إنه بتعرفي ولد إنه وحدة أمها إنه أم غالية عليه كذا، أنا مش قادرة أجيب لأبنها. قلت كيف؟ والحمد لله. أنا بتمنى من رب العالمين الله يفرج علي كمان هالطفل كمان هالأولاد، والله يبعثن أيام حلوة، والله يهدين ويهدي الجميع، والله يفتح بوجهنا ويفتح بوجه العالم. يعني بتعرفي الطب ما حدا بيقعد فيه، وأنا قاعدة بالأوضة ريحة عم تقتلنا بالصيفية، والله يفرج علي بس لوكو والحمد لله كتر خير الله. لأنه هلا بدي الأوضة الدلمة، وين ما يجي عم بعمل بدي يروح. قلت له غدا جمعة جيب بتعلم أجيها. بدنا نشوف الله كيف بده ييسرها. والحمد لله شوف بدنا نحكي اكثر من هيك يعني. هذه المرة تأخذنا حكايات إلى مكان البطل فيه أم لثلاثة أولاد. ما بين صهيل الخيل ومأماة الخراف تعيش أم أحمد مع أولادها. ومن هنا من هذا المكان تطلق هذه الأم صرخة لقلوب كستها قسوة الحياة. علها تساند من ذهبت بهم الدنيا نحو الفقر والحرمان. من بيروت لما يوسف حسين طالب، قناة بنت جبال الإلكترونية.